اهلا وسهلا متابعين قناه المختص. يا ريت لو اول مره بتشوفنا ما تنساش تضغط على زر الاشتراك واعجاب للفيديو. حلقه النهارده عن الكهرباء وبالتحديد كلمه الكهرباء المجانيه. يعني بشوف كثير فيديوهات على اليوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي واحصل على كهرباء مجانيه مدى الحياه، كهرباء مجانيه بدون مقابل، مش عارف كلام كثير من هذا القبيل. طب هل في فعلا كهرباء مجانيه زي ما الناس بتقول؟ هو في الواقع انا لما بحتاج باجي احصل على كهرباء بجيب مثلا مولد كهرباء. المولد الكهرباء ده انا بشتريه بفلوس، زائد انه انا دفعت ثمنه وخلاص، ولكن لما باجي بشغل المولد ده عشان احصل منه على كهرباء في حاجه اسمها مصاريف التشغيل اللي هي البنزين والزيت والصيانة بتاعته، لأنه ده في أجزاء ميكانيكية متحركة دائما معرضة للتلف، فدي اسمها مصاريف التشغيل غير ثمن المولد أو الدينامو اللي أنا هشتريه أولد منه كهرباء. ولكن في طريقة تانية لتوليد الكهرباء تعتبر مصاريف تشغيلها مجانية بالكامل. أوريكم، أنا طلبت من موقع بنجود أنه هو يبعث لي الأدوات ده هي، والحمد لله وصلتني من الموقع في خلال 17 يوم بالظبط. تعالوا نشوف ايه المنظومة دي او المجموعة دي ونشوف ازاي هنولد منها كهرباء وهل هتبقى مجانية فعلا ولا لا. اول حاجة انا جبتها من الموقع اللي هو ده، اللي هو باور انفرتر. الباور انفرتر ده عبارة عن ايه؟ تعالوا نشوفه مع بعض. عبارة عن عاكس تيار. يعني ايه عكس تيار؟ يعني محول. ده الباور انفرتر اهو، عبارة عن محول زي كده، بياخد الكهرباء ال 12 فولت، التيار المستمر ال 12 فولت، بيحوله لتيار متردد 220 فولت بذبذبة 50 هرتز. ده الانفرتر، وبيجي معاه الاثنين كلامب دول اللي هما بيتوصلوا بالبطارية، وبيجي معاه كمان الوصلة دي اللي ممكن اوصلها مكان الولاعة في العربية واوصلها بالانفرتر واحصل منه على الكهرباء اللي انا عايزها. تعالوا كده نوصل الانفرتر ونجرب ونشوف. ادي نقطتين الدخول بتوعه، ده الطرف السالب بيبقى هنا، وإذا الطرف الموجب بيبقى بوصل بيه دي كده اهو. أصبح عندي هذه الطرفين اهم، ودي بطارية العربية بتاعتي. هذه بطارية العربية، فهوصل السالب في السالب والموجب بتاع الانفرتر بالموجب بتاع البطارية، وشغل الانفرتر زي ما حضراتكم شايفين اهو. دخول البطارية اهو 13 فولت، والكهرباء اللي طالعة منه 228 فولت اهو، يمكن حضراتكم شايفينه. طيب هتعالوا كده نجرب عملي ونشوف. ادي الانفرتر، ده مثلا شنيور، تعالوا نشوف هيشغل الشنيور ولا لا. يعني حضراتكم شايفين اهو، كمان دي الماكينة اللي انا جبتها من موقع بنجود اللي هي بتعمل الديكورات على الاخشاب، دي قوتها 800 واط. زي ما حضرتك شايفين الانفرتر برضو شغلها. وكمان انا جربت الانفرتر ده على الغسالة الفوق اوتوماتيك بتاعتي شغلها، والغسالة النص اوتوماتيك شغلها. طبعا في انفرتر اقوى من ده لو حضرتك حابب يعني حاجة اقوى، في اقوى، بس انا اخترت ده عشان شايف ان هو مناسب معايا في الرحلات وفي الشغل البسيط،
او لو الكهرباء اتقطعت في البيت مثلا ممكن اشغل منه التلفزيون او الشاشه والريسيفر ومروحه ولمبه، ويعني شغال لي اوضه بالكامل. لحد كده وكويس. انا حولت الكهرباء ال 12 فولت ل 220 فولت وشغلت بيها الاجهزه بتاعتي. طيب واحد يقول لي طب ما البطاريه دي هتخلص، هتفضى بعد فتره مع الاستهلاك، هتعوز اعاده شحن، واعاده الشحن ده انا هضطر اوديها للراجل اللي بيشحن البطاريات هياخد عليها فلوس. عشان كده انا برضو جبت طلبت من الموقع انه يبعت لي لوح الطاقه الشمسيه ده، ده لوح طاقة شمسية لوح الطاقة الشمسية ده بيطلع لي 18 فولت بقوة 100 واط. طبعا في ألواح أكبر، كل ما زاد حجم اللوح كل ما زاد الوات بتاعه، لكن انا شايف انه ده مناسب ليا طبعا للرحلات ولشغل الخفيف. لوح الطاقة الشمسية ده بمجرد ما بيتعرض للشمس بيولد تيار كهربائي قدرته 18 فولت. بيجي معاه منظم الشحن ده اللي بينظم لي الشحن بتاع البطارية اللي انا هستخدمها في الانفرتر. فادي مخرج التيار بتاع اللوح اهو، بيتوصل على منظم الشحن زي كده، ومن منظم الشحن بيجي معاه برضو الوصلة دي بالاتنين كلامب دول، بيتوصلوا يأخذ من هنا من منظم الشحن ويتوصلوا على البطارية برضو بالشكل ده. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بوصل كده كروكي طبعا، وبمجرد اني بوصل او بعرض لوح الطاقة الشمسية ده للضوء بتاع الشمس بيبتدي يديني التيار الكهربائي هنا، يمكن حضراتكم شايفينه اهو، وبيروح الشحن التيار الكهربائي بينظم الفولت للتيار للبطارية على 12 فولت بالظبط. كمان في فتحتين يو اس بي هنا ممكن اشحن منهم التليفون مباشرة بدون محتاج للانفرتر، او اشغل اي حاجة بتشتغل على وصلة يو اس بي تشتغل من هنا. وكمان لوحة طاقة برضو في مدخلين يو اس بي. بعد شوية دلوقتي هنروح مع بعض ونوصل نحط اللوح في الطاقة ونشوف تدفق التيار ونشوف طريقة شحن البطارية. هنا المجانية فين يا حضرات؟ مجانية الكهرباء اللي بحصل عليها، مجانية الكهرباء اللي بحصل عليها في موضوع ان الكهرباء في حد ذاتها الطاقة اللي انا بحصل عليها دي مجانا، لكن معدات انا بشتريها، بس بشتريها مرة واحدة وخلاص كده، مش محتاج اني انا بعد كده اصرف عليها تاني. كل اللي بحتاجه ضوء الشمس، وده بتاع ربنا وما فيش اكتر منه. بعكس لما انا اجيب مولد كهرباء ديناميكي او ميكانيكي بيحتاج زيت وبنزين وكده وكده. فدي المجانيه في الحصول على الكهرباء، لكن ما فيش حاجه اسمها مجانيه بالكامل. المعدات لازم ادفع ثمنها، لازم اشتري بدفع ثمن الحاجه اللي زي كده مره واحده وخلاص. يلا بينا نروح ونجرب اللوح الطاقه ونشوف. انا حطيت لوح الطاقه في الشمس، اللمبه دي لما تولع معناها انه كده مخرج فولت، وادي منظم الشحن، وصلت منظم الشحن، واهو زي ما حضراتكم شايفين علامة البطارية، ده علامة اللوح والكهرباء طالعة من اللوح الطاقة للبطارية، وادي علامة البطارية. يبقى ده بيشحن البطارية، وانا من البطارية بشغل الانفرتر بتاعي وباخد الكهرباء اللي انا عايزها مجانا بدون مصاريف تشغيل، يعني لا بحتاج بنزين ولا صرار ولا اي حاجة. ده معنى كلمة مجانا، مجانا يعني بدون مصاريف تشغيل، ولكن انا بشتري الحاجات دي بدفع ثمنها مرة واحدة مدى الحياة. دي كانت كل حلقة النهاردة، اشكركم على المتابعة.
تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا.